ما فيش من نص ساعة. يا دي لسه طازة. ربنا يوفقنا. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسلة. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمة مع بعض كده. همتكم معانا يا رجالة. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت، انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوقتي ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك، اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحدة مش هتحول. لا انت خليت ديك بقى. حسن حسين. حسن. اسامة هاني. مشاكل في اسمك. صابر رسلان. تقلع ايه يا عم؟ هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب. يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل. وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا. نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله. يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي.
يا اخي. طرابلس باقي عليها قد ايه؟ طرابلس فاضل عليها 18 يوم. طرابلس دي في ليبيا. ما احنا عارفين واحنا جهلي. لا معاك استاذ اخويا يا امان. يا الجهلي انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. اعزائي المشاهدين النهارده من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صوره مشرفه لرجال الاعمال المصريين. احنا معانا كام؟ 40. اللي انجبت طلعت حرب هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرف. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح. ما انا كان ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون قليوبيه، ده قهليا بورسعيديه. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايديه. الله يا الله يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجي في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لأنه هو إسرائيلي حقير حقير حقير. أنا إسرائيلي؟ حقير حقير حقير. هل في أي إصابات أخرى؟ لو راجل بقى يقول العضة التانية فين؟ ما عنديش أي إصابات في جسمي غير في إيدي هذه العضة اللي أنا بوريها الأساتذة المصورين، ممكن يصوروها، اللي عضها لي الإسرائيلي الحقير. وأي حد إحنا اللي عضينه على فكرة. إصابات تانية ما تصدقوش. وأنا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب إن هو يتصور مع إيد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار، وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله. اصل سعادتك طيب، انت هتشحت عليا. بره انا بره بره، وانت كمان بره. برافو يا باشا. يلا محسن، انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل. طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت ليك 10%. شوف يا محسن، كل مليون لك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع، انضغط يعني شويه يا باشا. انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا، احنا اللي بنتحبس. ايوه بس انا اللي بخطط، ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكله، كان زمانك عايش بال 3-4000 ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر. محسن 12.5% مش خساره فيك. لولا امرني يا باشا. البرنامج النهارده فيه ندوه الشباب وبعدها على طول الافتتاح. لبس الشباب جاهز؟ طبعا جوه يا باشا. شوفي محسن بيبي يحب ايه. احنا لازم نغب غبه جامده يا معلم. طبعا
كل ما نبقى في النقنقه العمليه تبقى في السقسقه. طبعا انت فاهم حاجه ولا كلمه؟ امال ايه؟ طبعا طبعا اللي انت عمال تقولها زي ما تكون فاهم. حود انا شارب سيجاره مبوظاني ومحتاج اي سكريات. ربنا سكريات؟ ده انت محتاج جلوكوز مش سكريات. اترزق هنا وما تتحركش عبال ما اجيب لك اي حاجه تفصل النيله اللي انت ضربه ده. ما تتحركش. شفت الموزه اللي هناك فين قبل كده؟ هو ما اشوف من دي ولا بلاش؟ بس ليه لا؟ ما ممكن تطلع خالتك هذا جعفر. ومين اللي معاها ده؟ اكيد جوز خالتي. بس جوز خالتي مش متجوز. هو ما اشوف من دي. رايح فين يا مسطوحه؟ تودينا في داهيه. انا بشبه على حضرتك. انت مين؟ انا بلم تبرعات المستشفى الطبي. ده الحساب بتاع الكلب. ايه الحساب الحرامي؟ الحرامي انا بتاع الكلب. امسك يا نظف ونظف ده. اخلع انت. اوعي بسرعه يا عطفور يجري وراهم بسرعه. تعالي معانا هسيب لنا قعده مع الشباب ونعمل شباب. تضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضو. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها، انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر، كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه. يا ابني انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه.
ما انا لو صحيت يا حودة مش هعمل اللي بعمله ده، انا عايز انسى. تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده؟ يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سودة. ما تفكرنيش. عندك حق، يا سلام عليك في الاقناع يا حودة. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حودة، فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا حودة صار ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى، انتوا طلعتوا كده؟ انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام، مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خدنا اخا وعادي، خدنا اخا وعادي. امال اتخطيتوا ليه؟ ها شكله مش هقدر. لا الكائن ده بص بقى، احنا نتفاهم احسن بالراحه بالراحه من غير ما انت ايدك. خد وقتك بقى.